ما هي الطريقة الأكثر فعالية لإغواء الشريك؟ لا سيديكسيون. شنو اللي غيخلي الشريك إنسان شخص يبقى معايا مدة طويلة في علاقة؟ لا خديتي وقت باش تجاوب على جميع هذه الأسئلة، غتقدر تجمع واحد لي زانفورماسيون اللي غيقدروا يساعدوك باش تفهم نفسك. لا كنتي غتجاوب انك معرفتيش، لا اعرف او جمالي، اكيد غتقدر تكون دير علاقات اللي هما قصار بزاف او ما تقدرش تكون علاقة في المدة. لا غتقدر تجلب الناس اللي هما غيقدروا غير يستافدوا منك، اشخاص اللي غيقدروا غير يستافدوا منك. علاش؟ علاش الانسان اللي تيكون مركز غير في الجمال او لما تيكونش مركز على نفسه، ما تيعرفش نفسه بواحد الطريقه اكثر مغمقه، غيقدروا يحصلوا غير الا على علاقات اللي هما سوا ما عندهمش شي حاجه نقدروا نقولوا اساسيه، ما تيركزوش على شي اساسي، او علاقات اللي هما قصيرات او علاقات اللي ما يقدروش يبقاو في المده، حيث هاد الناس يبقاو مركزين غير على الجمال او اشياء فارغه. لكن انت ما تتحبش نفسك، لكن انت ما تتعرفش شكون انت، لكن انت ما عندكش راحه مع نفسك مي تكون لوحدك. كيفاش بغيتي الشريك الحياه ديالك يحبك ويصيب بالراحه معك؟ اول شيء خصك انت او انتي تحبي نفسك وترتاحي مع نفسك، يعني نقدر نصيب راحه مع نفسي لوحدي، نقدر نواجه راسي في لوحدي قبل ما نقدر نصيب شريك الحياه ديالي باش نبني علاقه اللي هي غتكون تقدر تكون غتضم في الوقت. لكن في هذا الشكل ديال الانسان اللي ما تيحبش راسو، اللي ما مرتاحش مع راسو، اكيد غتكون انسان اللي ما غتقدرش دير علاقه اللي غتقدر تدوم في الوقت، غتقدر تصيب صعوبه اكثر. غنخليك تفهم علاش تنتكلم على هذه الاشياء، هذه النقاط بالضبط، شنو هي الطريق باش تقدر تحصل على شريك حياتك. الحياه اللي انت تتكون او نسيت تتكوني هي مريحه، حياه فين تكون عندك واحد ليبانويسمون. قبل ما نقدر نقلب على شريك حياتي اللي غنقدر نصيب معاه ونكون معاه علاقه، اول شيء خصك تكون سعيد في حياتك انت او انتي، حيت ملي تنكون سعيد في الحياه ديالي وتنكون ايبانوي غنقدر نجلب ناس اللي غيكونوا في المستوى ديالي، واللي غيكونوا ناس مرتاحين باش تكونوا في علاقه، باش يكونوا علاقه اللي غيقدروا يدخلوا في علاقه هما مرتاحين وغيريحوا الاخر. خصك تكون في راحه والصفاء، وخص الاخر يقدر يشوف هذا الراحه وهذا الصفاء. خصك تكون انت مكون بواحد طاقة إيجابية اللي الآخر يقدر يشوفها، عدم الحاجة وعدم الاحتياج إليه. شنو هي عدم الحاجة؟ يعني ملي تنكون بغي ندخل في واحد العلاقة ما خصنيش نكون محتاج للآخر، حيت لكن كنت محتاج لأي إنسان غنكون عندي نقطة اللي غتضعفني، نقاط نقدر نقولوا نقاط اللي غيضعفوني وما يخليونيش ندخل في واحد العلاقة وأنا بطاقة إيجابية وانا يعني كامل الصحه النفسيه والصحه العضويه. هادو نقاط، ثلاث نقاط اللي هما مهمين اللي خصهم تكونوا عندك قبل ما تبغي تدخل في العلاقه، حيت انت او انتي بغيتي تكون علاقه في المده. ما حدك تكون مرتاح مع نفسك، ما حدك تقدر تجلب ناس ايجابيين، شخص ايجابي. هذا ما يعني ان كل علاقتك غتكون ممتازه وايجابيه في المده، هذا تعني انك غتعطي راسك اكثر فرصه باش تكون علاقه ايجابيه واللي تطول في المده. ولكن هذا تعني انك تقدر تجلب 10 مرات اكثر شخص او يعني الشخص اللي غيبغي يكون في لو كوبل ديالك، اللي غيدخل دون ان كوبل 10 مرات اكثر، حيت انتيا او انت عندك طاقه ايجابيه اللي غتخلي هذا الشخص يكون
عنده واحد لاتيغونس اكثر، واحد السهوله، حيت الطاقه ديالك غتخلي الاخرين يجيو عندك. تقدر تكون في العلاقه او في تكوين، يعني بتبغي تكون واحد العلاقه ديال الصداقه او علاقه اللي تكون بروفيسيونيل، هادو كلهم، هاد النقط كلهم تيدخلوا في هاد الطاقه الايجابيه اللي تتكونها، اللي تتكون عندك وتتخلي الاخرين يشوفوها ويكونوا مجلوبين ليها، يعني غيكونوا اتيري. حنا كنا تنكونوا اتيري من الناس، يعني النساء او الرجال اللي تيكونوا مرتاحين مع نفسهم وتيكونوا عندهم طاقه ايجابيه، حيت تصيفطوها لنا، اللي تتكون عندهم ابتسامه مريحه وتيكونوا مريحين مع نفسهم. من الانسان ما تيكونش بحاجه ما تيكونش تيركد على الاخرين، والاخرين هما اللي تيجيو عندك بواحد الشكل طبيعي. وتندخلوا في علاقه مع شخص حيت حنا بغيناها وحنا مرتاحين بهذه العلاقه، وحنا تنبقاو مع انسان في العلاقه حيت تنصيبو واحد الراحه، وكاين اوقات ايجابيه اللي هي في الميزان ديالنا تتكون احسن واكثر من الاشياء السلبيه. وهو او هي تتبقى معاك حيت هو او هي سعيد او سعيده معاك، وتدوز وقت اللي تعجبها او تعجبه وتترتاح فيها. هادو نقاط اللي تيكونوا مهمين اللي تيجعلوا علاقه تكون وتدوم في الوقت. او هي سعيد باش يبقى معاك حيت تيعجبو الاشياء اللي تيشوفهم فيك، ضحكك، روحك، حماسك، لطافتك. اكيد ان هو او هي مرتاحه وسعيده معك حيت تعتني بنفسك وتتمتع بحياه شخصيه خارج على العلاقه. هذا مهم بزاف ان الانسان يكون عنده حياته الشخصيه خارج من العلاقه. شنو هي حياه شخصيه خارج من العلاقه؟ هي الانسان تتكون عنده اصدقاء، تقدر يكون اكتيفيتي سبورتيف، تيدير السبور ديالو، تقدر يدير اشياء اللي ترتاح فيهم، دي باسيون، شي حوايج اللي موهبات. الانسان ملي تيكون عنده موهبات اللي ترتاح فيهم، اصدقاء خارج على العلاقه، الشغل ديالو، اشياء اللي هما ترتاح فيهم ماشي داخلين في العلاقه، وتخليو الانسان تكون عنده الثقه في النفس. تتكون هادو اشياء تقدروا يكونوا الثقه في النفس ديالكم، تقدروا يعطيكم واحد الراحه ايجابيه. تتكون عندك طاقه سلبيه في واحد العلاقه او في الشغل ديالك او مع الاصدقاء ديالك، خصك تقدر تمشي واحد المحل اخر اللي غتقدر تصيب طاقه ايجابيه اللي غتقدر تساعدك باش تزيد لقدام وتكون راسك باش تكون سعيد. يعني ملي تكون ما مرتاحش مع الاصدقاء ديالي وكان عندي مشاكل، تمشي في العلاقه ديالي تنصيب طاقه ايجابيه او في الشغل ديالي او مع اصدقاء اخرين اللي غيقدروا يعطوني هذيك الطاقه الايجابيه اللي انا بغيتها في هذا الوقت. إذا الإنسان من الأفضل يكون عنده واحد مجموعة ديال الأشياء اللي غيكونوا الحياة ديالو واللي غيسهلوها عليه، حيث مني تنكون عندنا شيء سلبي تنقدروا ناخذوا داك الطاقة الإيجابية في بعض الأشياء في الحياة، يعني مع الأصدقاء ولا مع في الشغل ديالنا، ولا هكاك تنقدروا نلعبوا مع كل هاد الاشياء اللي تيكونوا الحياه ديالنا، اللي هما مهمين في الحياه ديالنا واللي خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم. هادو هما الاشياء اللي يخلي الشريك في حب. هو او هي تتحترمك حيت انت او انت تتحترم نفسك. هادو هما الاشياء اللي تيخليوه او تيخليوها تبغي تكون معاك او يبغي يكون معاك، لانك ما تتلعبش، لان السلوك ديالك بسيطه وطبيعيه، لانك ما تتقلب ولا تسعى لاعتراف بالقيمه ديالك. ولكن هادشي كلشي ما خصوش يبقى كمظهر،
هذا خص يكون الحقيقه ديالك. وباش تقدر توصل لهذا الهدف خصك توقف البحث على الحب والاعتراف بالاخرين. والحب والاعتراف خصك تبحث عليه فيك، هو عندك بين يديك انت او انتي. حب الذات، الثقه في النفس، غتصيبها عندك انت او انتي. انتي اللي غتقدر تكونها، انت اللي غتقدر تكونها بجميع الاشياء اللي غدير في الحياه ديالك، الاشياء الايجابيه اللي غتقدر تكون الثقه في نفسك. ماشي حيت غتكون مع شريك اللي هي غتعطيك قيمه، اكيد القيمه غتصيبها انت او انتي بنفسك. في جميع الاشياء اللي غدير في الحياه ديالك هما اللي غيخليو القيمه ديالك تطلع مع نفسك انتيا او انت اللي غتعطي راسك قيمه، وداك القيمه اللي غتعطيها غتخلي الاخرين يشوفوها فيك. اهم شيء هي خصك تعرف ان عندك قيمه اللي هي بعيده على العلاقه ديالك، علاقة الدائمة تدور على الحب والتقدير والتحقيق شخصيتك نفسك، تحقيق نفسا شخصيا خارج على العلاقة. هذا هو اللي تيجعلك تنجح في العلاقة الحب. تقدر تعيش في العلاقة وتقدر تعيش في العلاقة مرضي متوازن. حب نفسك، لا تخلي الآخرين يحبوك، ما تقلب على حب الآخرين قبل ما تحب نفسك. مع عمرك ما تقدر تحب نفسك. أول شيء من تحب نفسك تتخلي الآخرين يحبوك ويحترموك ويقدروك. تقدر تقول لي ولكن أنا ما تنحبش نفسي، كيفاش نخلي الآخرين يحبوني وأنا ما تنحبش نفسي؟ في الحقيقة الجواب هو في الأسئلة. لا خليتي شي واحد يدخل في الحياة ديالك وانتي او انت ما تتحبش نفسك، غتخلي شي واحد اللي هو سم، غتكون علاقه سامه، ما تكونش علاقه متوازنه. حيت لما حبيتيش راسك ما احترمتيش نفسك وما قدرتيش راسك، غتقدر تطيح في علاقات اللي هما متوسطين او علاقات اللي هما سامين. ما حدك تتلزم راسك في هاد العلاقه، ما حدك تتبقى بحال اللي ما عندك حتى شي قيمه، ومع نفسك ما تتعطيش راسك القيمة. والحل هو تعلم تعرف على نفسك أكثر، تحب نفسك، تحترم نفسك، وتكون مستقل عاطفيا. الانديبندونس افكتيف أفضل طريقة لتكون محبوب من حدا، لتكون في علاقة اللي هي إيجابية، لتكون في علاقة مع الشخص المناسب، هي تكون تتحترم راسك، هي تكون تتحترم نفسك، تكون تتحب نفسك، تكون ما تتعتمد على حتى شي واحد، ما تتعتمد غير على نفسك. داك الساعات غتقدر تدخل في علاقه ايجابيه فين غتكون محترم وتتحترم الاخر، تتحب وتتخلي الاخر يحبك وتتحب نفسك، وتتكون مستقل عاطفيا. لوتونومي افكتيف. وجميع هاد الاشياء غديرهم بلا ما دير بالعاني، لا تتظاهر، وانت تثيق فيهم وتثيق في نفسك. المشكله هي الناس اللي تيكونوا في هاد نفس هاد المشكل تتهربوا من نفسهم، تيفضلوا يقلبوا على الحب عند الاخر، تيفضلوا يشكيو من الاخر ما تيعطيهمش الحب، وتيفضلوا يشكيو من الاخر تيمشي وتيخليهم. ما عندهمش الاستطاعه باش يسالوا نفوسهم، سو ريميتر ان كيستيون. اكيد ان احسن ان تتعلم باش تحب نفسك وتحترم نفسك، هكذا غتقدر تصيب جميع الاشياء الايجابيه اللي تتسناها انت او انتي في العلاقه. تقدر تجبر الطاقه الايجابيه داخل ديالك. اي من غتجبر موجود اجمل شيء واكبر شيء واكثر شيء غدير فيه الثقه هو حبك لنفسك.
تكون مع شريك حياتك او تكون وحدك، هاد الحب غتجبره، ما عمره ما غيكون الداخل ديالك فاضي، غيكون دائما مليان بالحب ديالك لنفسك. كنتي تتحب وكنتي في واحد العلاقه اللي ما تترتاحش فيها، اللي ما عجباتكش، غتكون عندك القوه غتقدر تمشي وتقلب على علاقه ثانيه اللي غتقدر تصيب الجواب ديالك فيها. غتقدر تمشي وتصيب علاقه ثانيه اللي غتقدر تعطيك الحب والامل والاحترام اللي انت او انتي تتسناه. غتقدر تمشي وتصيب علاقه اخرى اللي غتوالمك اكثر وتسوالم نفسيتك وتحترم نفسك، حيث هنا انت او انتي اللي غتقرر في الحياه ديالك، اللي غتاخد القرارات في الحياه ديالك، ما غتخليش بالاخر اللي غيقرر في بلاصتك. وهنا غتكون في العمل ماشي في السلبيه. اهم شيء اللي خصك تركز عليه في هذا الفيديو هي علاش العلاقه ديالي ما كانوش ايجابيه، علاش العلاقه ديالي تتكرر نفس المشاكل، شنو اللي تيخلي نفس المشاكل في العلاقه ديالي يتكرروا دائما نفس الاشياء، وشنو خصني نغير باش نقلب هذا المشكل. لا عجبتكم هذا الفيديو خليو لو بوس وخليو فو كومونتير، وتقدروا تسيبوني في الانستغرام ليلى النقطة العمراني.